خلاص ما بقى اتحمل يا كوثر خانم، والله مليت من حركاتك هي. خير شو صاير لي؟ لانه من الاخر بنتك ما راح تتجوز بدر، مو على كيف هالشغله. ليش شو دخلك انتي؟ لا تنسي اني امه لمؤيد وعايشه بهداك البيت، وبقدر اكد لك انه ما حدا موافق على هذا الموضوع. عيب عليكم تعملوا هيك. يلي عم تعمليه انت اللي عيب. اطلعي امي. اسمعي هالكلمتين، لا تنبسطي كثير انت وبنتك. نهى خانم ما رح توافق على هذا الزواج، واكيد رح تشرشحكم انتو التنتين. تسترجي تزعج بنتي بكلمه. امي خلاص ما في داعي تردي عليها، اصلا هديك ما فيها تعمل شيء الا تجي وتترجانا. ما كفاكي وقعتي بين الاخوين، وهلا بدك تخربي عيلة الجماعة الاكابر كمان؟ ما بصير يا بنتي، ما بصير. لكن مفترية لكن اخي، انت شو بدك من بنتي وليه؟ روحي نعمل محل. يلا طولي بالكم يا جماعة. اول شي مؤيد وبعدين مهند، وهلا حطيتي عينك على بدر؟ انت وحدة وقحة اوعي هالكلام. ها عمل لك ما في داعي تحكي عليها، وبدك اوقح منك كمان. اتركوني عليها، ما بدك تساوي عليها. بدك اتركوني عليها، بعدوا عني. سألي بنتك شو عملت مع ابني قبل عرسه بيوم واحد. الله يلعنك، الله ينتقم من يلي بيلفق هيك شغلات. فأنا كانت رح تموت بسببك يا شرشوحة. انتصري ولك انتصري. لا انتصري، لا انتصري علي. لك ما تسمعني شو عم تحكي؟ والله لو ورجيكي امتك بعد كل هذا الكذب يا كلب. روحي اعملي اللي بدك يا. شو ما عملتوا ما رح تقدروا تغيروا الحقيقة انت وبنتك. الله ستر انه مؤيد ومهند قدروا يشوفوكم على حقيقتكم. وقت اللي سمعوا انك رح تتجوزي انت وبدر بيك، اثنيناتهم صاروا يضحكوا عليكم. خلاص بقى ماما، خلاص بس ماما. مين ده خانم؟ ليش جاي لهون حضرتك؟ جاي تفش خلافينا، الله اعلم ليش كرهانتنا. انت شو بدك من بنتي وليه؟ ليش عم تساوي معنا هيك؟ ليش جاي لهون يا هيندا؟ انت مالك كلام معي ابدا. طالما حضرتك قررت تطلقني ونسيت كل اللي بيننا، مالك حق تحكي بنوب. وانتي ما دخلك مين بدها تتزوج بنتي؟ شو قصتكم يا جماعة؟ أنا مالي فاهمان الموضوع. هلأ صارت خانم إذا زبطت شعراتها منيح ولبست منيح وركبت هاي السيارات الفخمة وقصت مباصر. شو هالعالم هاي؟ شوفوه على حقيقتها. كيف ما شفت شلون اجت ونسعت لنا مرعنا؟ الله لا يوفقها. خليها تساوي اللي بدها اياه. مو معقول شو وقحها. اسمعيني، إذا بتردي على كلام هاي المرأة الفلتانية يا جميلة، وإذا بتتراجعي عن زواجك من بدر مشان وحدة مثل هاي. جكارة بالكل بدي يتزوجه هلأ، ولنشوف إذا رح يقدروا يمنعوا. برافو. الو، وينك انت؟ تخربطت الامور. شو صار؟ لميس حاولت انها تنتحر. عن جد؟ انا جاي فورا. يلا على السريع. أهوي لو سمحتي. هيك كلها ياتنا كتير منيح. مرحبا. أهلين حياتي. مبين رايحين على مصطلح. يعني هلأ قدرنا نوصل لقاسم مشترك على القليلة. أجلنا زيادة رأس المال، عمر اتفق معنا مشان نعطي فرصة تانية لأخي بدر. الله يوفقكم. يلي فهمته هلا انه نهى خانم حابه تستخدمني كسلاح سري ضد بدر. ما كنا عم نقول خلص الحرب البارده انتهت. ما قلتي لي يكون مصر بخصوص الاسهم تبعي؟ من صالحي يفهم بدر القيمه الفعليه للاسهم تبعه بالشركه. الشروط ممكن تتغير. انا بصراحه ما بتهمني اسبابكم شو هي، اللي بيهمني اني هلا مبسوط. ونحن مبسوطين والشركه رح تنبسط بخاطركم. الله معك. نشوفك. شكله في تطورات جديدة. نحن بس عم نحاول ما نضيع وقت أكثر من اللي ضيعناه.
طبعا ما لازم نضيع وقت اكثر من هيك. شو كيفك اليوم؟ منيح. قدرت تتخطى قصة جميلة؟ لازم انتو تتخطوا هاي الصدمة، أنا نسيتها لجميلة. والله أنا بتمنى. أنا ماني مضطر أثبت لك هالكلام، هي حقيقة. يسلموا، شكرا كثير. صحتين.